بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا المقطع راح أناقش مجموعة من الأسئلة اللي هي عبارة عن نماذج أسئلة من جامعات مختلفة تتعلق بموضوع التحليل العقدي ونظرية ثيثم ونورتن. خلينا نعتبره هو مراجعة ما قبل الامتحان، لأنه طبيعة الأسئلة اللي هي موجودة هي عبارة عن نماذج أسئلة امتحانية. فخلينا نبدأ بالنموذج الأول أو السؤال الأول. السؤال الأول اللي قدامي هسه هذا: للدائرة المبينة بالشكل أوجد مقدار قيمة التيار I نوت. تيار اي نوت محدد لي اياه بالسؤال، مأشر لي اياه هو هذا التيار. المطلوب ايجاد هذا التيار باستخدام نظريه التحليل العقدي. طيب فلينتبه على الدائره، انه انا عندي مصدر تيار مقداره 4 ملي امبير، مقاومه 2 كيلو، مصدر تيار ثاني هو 2 ملي امبير. عندي هذه المقاومه اللي هو التيار اللي مار بها اي نوت 2 كيلو ام 2 كيلو ام، وعندي مصدر فولتيه معتمد مقدار 2 كيلو، يعني هذه 1000 ين مضروبة في مقدار قيمة الاي اكس. يعني هذا المصدر هو عبارة عن مصدر فولتية معتمد على قيمة التيار اي اكس اللي هو هذا التيار مأشر لي اياه بالسؤال، هو التيار اللي مار بهذه المقاومة 2 كيلو. المطلوب هو ايجاد مقدار قيمة هذا التيار اللي هو تيار الاي نوت باستخدام نظرية التحليل العقدي. هم فارض علي طريقة الحل. فهسه اول خطوة، يعني حسب القواعد اللي ناقشناها بنظرية التحليل العقدي، انه اولا لازم احدد عدد العقد اللي موجودة عندي بالدائرة. فكم عقدة عنده موجودة بالدائرة؟ خلينا نحددهم. عندي هذه العقدة الأولى، هذه النود الأولى راح نسميها V1، أوكي؟ وعندي هذه العقدة الثانية وخلينا نسميها V2. طيب هذول كلهم عقدة واحدة راح أعتبرها هي العقدة المرجعية بالدائرة، هذه هي الرفرنس اللي راح يكون الجهد مالتها يساوي 0 فولت. طيب هسه أخلي أبدي أحدد حسب الطريقة مالتنا، يعني حسب الخطوات أو حسب النظرية نفسها، أنه خلي أبدأ بطريقة الحل. راح أخذ هسه أولا العقدة هذه. طبعا هنا خلينا ننتبه أنه بما أنه أنا عندي مصدر فولتية ما بين عقدتين، هذه حالة السوبر نود، فهذولي مصدر فولتية معتمد ما بين عقدتين. فإذا أكتب معادلة العقدة الثانية، طبعا حسب القاعدة اللي عندنا حسب قانون كيرشوف للتيارات، انه التيارات الداخلة للعقدة تساوي التيارات اللي خارجة من العقدة. فأنا كم تيار عندي خارج هسه حاليا؟ عندي هذا التيار الأول اللي هو نفس الآي نوت، وعندي تيار المصدر اللي هو 2 ملي أمبير، وهذه يتعامل وياها هي عبارة عن عقدة واحدة باعتبار هذه حالة السوبر نود. هذه حالة السوبر نود، أوكي؟ فبالتالي يعتبر هذا التيار همين خارج من العقدة، أوكي؟ فنكتب هسه معادلة العقدة، نقول انه آت نود 2 مجموع التيارات عند هذه العقدة يساوي 0، أو تيارات الداخلة، أو التيارات الداخلة إلى العقدة تساوي التيارات اللي خارجة من العقدة، أوكي؟ طيب على هذا الأساس إيش راح نسوي؟ راح أبدي أكتب معادلة العقدة هذه. فأولا التيار اللي راح يكون عندي التيار الأول اللي هو خارج، اللي هو عبارة عن الآي نوت اللي هو معادلته V2 ناقص صفر، باعتبار انه هذه النقاط هي كلها الجراوند نفسها فولتياتها صفر، فV2 ناقص صفر على 2 كي، اذا V2 على 2 كيلو اوم، اوكي؟ زائد عندي بعد يا تيار، تيار المصدر اللي هو 2 ملي امبير خارج من العقدة، زائد عندي بعد هذا التيار، قلنا هذه تعتبر كلها عقدة واحدة، هذا التيار اللي هو الاي اكس خارج من العقدة اللي راح يكون هو عبارة عن V1، نتعامل وياها كعقدة سوبر نود لكن فولتية هذه العقدة هي V1، V1 على 2، يعني V1 ناقص 0 على 2 كيلو، فV1 على 2 كيلو أوم، أوكي؟ يساوي كم تيار داخل عندي للعقدة؟ تيار واحد اللي هو منه تيار الأربعة ملي أمبير، هذا يعتبر داخل العقدة، زين يساوي تيار أو نكتبه ناقص 4 ملي أمبير يساوي 0، مجموع كل التيارات عند هذه العقدة يساوي 0. طيب هسه هذه راح اسميها المعادله رقم 1. طيب المعادله رقم 2 بعد اللي راح استفاد منها، انا عندي مصدر فولتيه هذا ما بين عقدتين، فقلنا فرق الجهد ما بين العقدتين ما بين فولتيات العقد يساوي قيمه المصدر، فاذا نقول V2 باعتبار القطبيه الموجبه ناقص V1 تساوي 2 K في مقدار قيمه الاي اكس، او خلينا نكتب المعادله ان V2 تساوي 2 كي اي اكس زائد في 1، وهذه معادله رقم 2. طيب بعد احتاج الى معادله بعد، لانه انا عندي بهذه المعادله يعني عندي مجهولين، احتاج بعد الى معادله حتى تكون عندي
يعني ثلاث معادلات مجهولين تنحل بسهولة. طبعا المعادلة مو راح اخترقها ولا ما هي موجودة اصلا، انه قيمة التيار اي اكس هذا اللي هو مطينياه باعتبار انه يعتمد عليه المصدر، الاي اكس وش يساوي؟ التيار اللي مر بهذه المقاومة وهو في 1 ناقص 0 فولتية العقدة على 2 كي. فاقول اذا بعد عندي بما انه اي اكس يساوي، او خلينا نكتبها من البداية حتى الطالب يكون يفهمها، انه في 1 ناقص 0 على 2 كيلو اوم هو يساوي لي مقدار قيمه الاي اكس. من عندها راح يكون عندنا قيمه الاي اكس هو يساوي في 1 على 2 كيلو اوم. هذه معادله 3. زين راح اعوض هسه معادله 3 بمعادله 2، نقول باي سب ستيوتينج بتعويض معادله 3 في معادله 2 عن قيمة الاي اكس، راح احصل على العلاقة التالية. اوكي راح نحصل بهذا الشكل، راح يصير عندي انه في 1 هذه زائد 2 كي في قيمة الاي اكس اللي هي في 1 على 2 كي هذه، اوكي، تساوي قيمة الفي 2. هذه تختصر مع هذه، فراح يكون عندي قيمة الفي 2 تساوي 2 في 1. اوكي، وهذا راح اسميها معادله رقم 4. زين بعد ما كملت هسه هذول الاربع معادلات، خلي ابدا اعوض وين؟ بالمعادله رقم 1. يعني راح اعوض عن قيمه المعادله 4 بمعادله 1 عن قيمه الفي 2. فاقول اذا هسه باي سب ستيوتينج بتعويض المعادله 4 في معادله 1، راح اعوض هذه في معادله 1. زين راح احصل على القاعدة التالية. خلينا نعوض هسه وخلينا نشوف شو راح يصير عندنا. اوكي راح اعوض عن معادلة 4 اللي هي قيمة الفي 2 في المعادلة الأولى. فراح احصل عندي قيمة الفي 2 هذه اللي هي قيمتها منه 2 في 1. راح يصير عندي المعادلتين كلها، يعني اما اعوض عن قيمة الفي 1 بدلالتها، فمن هذه المعادلة الفي 1 ايش راح تكون؟ راح تكون هي عبارة عن في 2 على 2، او اعوض عن قيمة الفي 2، فاثنيناتهم صحيحة يعني ما عندنا مشكلة. لكن انا بالدرجة الاساس شو نحتاج؟ لانه مطلب السؤال هو ايجاد مقدار قيمة الاي نوت، فاحتاج ان استخرج قيمة الفي 2 على اعتبار ان قيمة الاي نوت، الاي نوت هو عبارة عن الفي 2 على 2 كيلو. فاذا كان الفي 2 معلومة زين راح اطلع مقدار قيمة الاي نوت، فخلي اعوض عن قيمة الفي 1 يعني بتعويض باستخدام معادلة 4 هذه. هذه معادلة 4 من عندها الفي 1 راح يكون هو عبارة عن نصف قيمة الفي 2، فراح أعوض عنها هنا بهذه المعادلة. راح يصير الفي 2 اللي هو عبارة عن في 2 على 2 كي زائد 2 ملي أمبير، زائد الفي 1 قلنا هي عبارة عن في 2 على 2 على 2 كي ام باعتبار نصف، ناقص 4 ملي أمبير يساوي صفر. هذه المعادلة صارت بمجهول واحد، خلينا نرتبها. راح يكون عندي 2 في 2 زائد 8، اوكي هاي هنا رتبنا المعادلة، زائد في 2 هذه هنا في 2 ناقص 16 تساوي صفر. هذه من تنزل لي جوا صار 4، راح اضرب المعادلة كلها في 4، فصار عندي هنا 4 تختصر تصير 2 2 في 2 زائد 8 زائد هذه هنا صار عندي في 2 باعتبار اختصرت ناقص 16 تساوي صفر. اوكي رتبنا هذه المعادلة. هسه هذه المعادلة بها مجهول واحد اللي هو الفي 2، من عندها راح يصير عندي 3 في 2 هذه تساوي 8 ناقص 16 سالب 8، حول الطرف الثاني يصير 8، من عندها راح يصير عندي قيمة الفي 2 تساوي 8 على 3 فولت. زين طلعت قيمة الفي 2، أقول بما أنه قيمة الآي نوت هذا التيار مالتنا هسه الآي نوت، بما انه قيمة الاي نوت تساوي عبارة عن قيمة الفي 2 على 2 كي يعني 2 كيلو اوم، وتساوي 8 على 3 على 2 كيلو اوم، والنتيجة راح تكون هي عبارة عن 4 على 3 ملي امبير، 4 على 3 ملي امبير. اوكي اذا صار واضح سلي هنا انه كيف تعاملنا مع مفهوم السوبر نود، وحلينا معادلة واحدة واستخدمت المعادلات المساعدة الثانية لحل السؤال. هسه هذا هو
خلينا نقول السؤال الأول أو نموذج الأسئلة الامتحانية الأولى. طيب خلينا ناخذ نموذج سؤال ثاني. السؤال الثاني خلينا ناخذ هسه سؤال امتحاني بهذا الشكل. هذا السؤال هو المطلوب هو إيجاد مقدار قيمة الفي نوت، ما محدد طريقة للدائرة المبينة بالشكل. أوجد مقدار قيمة الفي نوت. الفي نوت هي الفولتية اللي موجودة على الأربعة كيلو أوم. هذه هسه أول مرة نشوف الدائرة شنو هي. مصدر تيار مقداره 6 ملي أمبير، أوكي. عندي مقاومة 4 كيلو، طبعا المقاومات كلها بالكيلو أوم. مصدر تيار معتمد قيمته في اكس على 4 كيلو. الفي اكس هي الفولتيه اللي موجوده اللي هنا، هذا المقاومه 2 كيلو، اوكي، وهنا عندي المقاومه 4 كيلو. طريقه الحل بما انه ما حدد لي اياها هو، لكن الانسب ان نستخدم نظريه طريقه الماكسويل او طريقه المش اناليسيس، باعتبار انه انا عندي اكثر من لوب مغلق. يعني راح افرض هسه هنا انه انا عندي هذا التيار اللي مار اللي هنا، راح اسميه اي 1، هذا اي 1، اوكي. وراح افرض التيار اللي مار اللي هنا، التيار المغلق الثاني هو الاي 2. نفرض التيار اللي مار بهذا المسار المغلق هو الاي 3. زين هسه اولا حسب القاعده اللي اخذناها، باعتبار انه انا عندي هنا هسه مصدر تيار طرفي غير مشترك، فنقول اذا اي 1 يساوي نفس الاتجاه اثنيناتهم 6 ملي امبير حسب نظريه ماكسويل او نظريه المش. نفس الكلام اللي هنا انه قيمه الاي 2 نفس الكلام، راح يكون عندي مقدار قيمه الاي 2 هذا، باعتبار هذا مصدر تيار، صح هو معتمد لكن هو مصدر تيار وطرفي غير مشترك، فاذا قيمه الاي 2 تساوي لي قيمه الفي اكس على 4 كيلو اوم. اوكي، خلي اسويها ساده، اسميها المعادله الاولى، هذه المعادله الثانيه. طيب هسه خلي اجل الفي اكس، هذا الاي 2 يعتمد عليه من على الفي اكس. الفي اكس هو التيار اللي مار لهنا، عفوا الفولتيه اللي موجوده لهنا. فاذا اريد احسب مقدار قيمه الفي اكس اقول هي عباره عن 4 في مقدار التيار اللي مار بهذه المقاومه. التيار اللي مار بهذه المقاومه حسب القطبيه المؤشر ليها هو اي 1 ناقص اي 3، فنقول الفي اكس هي عباره عن 4 كيلو اوم قيمه المقاومه مضروبه في قيمه الاي 1 ناقص قيمة الاي 3 اللي هو التيار اللي مر بهذه المقاومة. طيب هذه المعادلة خلينا نسميها معادلة رقم 3. زين خلي هسه نحسب مقدار قيمة الاي نوت. يعني إذا أريد أطبق القاعدة أنه أولا الفولتية المطلوبة اللي هي الفي نوت رايد ليها، خليها هذه اللي هنا هالشكل. الفي نوت هي شو تساوي لي؟ هي تساوي لي تيار هذه المقاومة في قيمة المقاومة. تيار هذه المقاومة في قيمة المقاومة. مقدار قيمة الفي نوت إذا أريد أحسبها هي عبارة عن مقدار قيمة المقاومة هذه في مقدار قيمة التيار اللي مار بها. وبما أن تيارها هو الآي 3 وهذا نفسه، فأحتاج أن أحسب مقدار قيمة الفي نوت. فإذا أطبق القاعدة أقول بما أنه قيمة الفي نوت تساوي لقيمة المقاومة قلنا الأربعة في مقدار قيمة الآي 3. أوكي؟ وهذا خلي نسميها معادلة أربعة، خلي حتى تكون بالحسابات مالتنا. هسه خلي نبدأ بتطبيق المعادلة بعد ما إذا نطبق هسه قانون كيرشوف على هذا اللوب كله، فنقول باي يوزنج كيرشوف فولتج لو، شو راح يكون عندي؟ إن مقدار قيمة الفولتيات اللي موجودة اللي هنا تساوي صفر. فالفولتيات إذا أريد آخذها راح أبدي بالفولتية اللي موجودة اللي هنا اللي هي فولتية هذه فولتية الفي إكس، يعني في إكس فولتية هذه المقاومة زائد فولتية هذه المقاومة. زين بما التيار هنا ناقص فولتية هذه المقاومة تساوي صفر. فإذا أريد أكتب المعادلة راح تكون عندي هذه الفولتية اللي هنا نقول هي باي كيرشوف فولتج لو على هذا اللوب، راح يكون عندي في اكس باعتبار نفس اتجاه الحركة. هذه التيار اللي جوا فولتيتها للأعلى باعتبار هذا التيار وهذا التيار فرق التيار راح يكون. فإذا أريد أكتبها بهذا الشكل دي اكس، اوكي، بشكل مباشر زائد الفولتية اللي موجودة عندنا اللي هي 2، هذه قيمتها 2 كيلو اوم في تيارها اللي هو الاي 2 ناقص الاي 3. اوكي، التيار مالتها هنا أنا راح ناخذه بهذا الشكل، هذا التيار، هذا التيار هالشكل، وهذا التيار هالشكل. اذا باعتبار الفولتية مالتنا راح تصير عندي اي 3 ناقص اي 2، اوكي، زائد
الفولتيه اللي موجوده اللي هنا جاي ناخذها بهذا باعتبار راح تكون عندي ناقص الفي نوت، ناقص الفي نوت، لا هذا راح يصير اي 2 اي 3، هذا راح يصير عندي ناقص باعتبار معاكس لها الفي نوت. الفي نوت شو يساوي لنا؟ الفي نوت تساوي صفر. هسه اعوض عن كل واحده بقيمتها. الفي اكس هنا شنو قلنا قيمتها؟ الفي اكس هي مقدار قيمه الاربع كيلو في مقدار قيمه التيار اللي هنا مر به. التيار من هو؟ هو عباره عن 3.4 كيلو اوم في اي 3 ناقص اي 1، اوكي؟ هذه مقدار قيمه الفي اكس، زائد 2 كيلو اوم في قيمه الاي 2 مقدارها هنا راح تصير عندي اي، اذا كتبتها بهذا الشكل راح يصير عندي اي 3 ناقص اي 2، باعتبار انه صار عندي هنا شنو؟ اخذ تاثير التيار الثالث جاي اخذ اللوب كله هنا زائد، ففي اكس هذا راح اكتبها هم زائد، زائد مقدار قيمه الفي نوت اللي راح تكون هي عباره عن مقدار قيمه ال 4 كيلو، 4 كيلو اوم في مقدار قيمه الاي 3 تساوي صفر. انتبه هنا هاي كان سالب، هاي صارت موجب، عكسناها لانه اخذنا تاثير التيارات وكانه جاي ناخذ الاي 3 تاثيرها بهذا الشكل. هذه المعادله راح تكون معادله رقم 5. زين هسه اذا اريد اكتب من هذه المعادله كم مجهول بها؟ اولا قيمه الاي 1 معلومه عندي، هذه قيمه الاي 1 اللي هي عباره عن 6 ملي، معلوم عندي قيمه الاي 1. بعد شنو عندي؟ بعد الاي 3 والاي 2. زين الاي 2 هو عباره عن الفي اكس على 4 كيلو، الفي اكس اذا عوضه هو عباره عن اي 1 ناقص اي 3، يعني 6 ناقص اي 3 على اليمين على 4 كيلو. فمن هذه المعادله ثم راح اعوض عنهم راح تصير عندي معادله، ارتبها احصل على معادله هي قيمه الاي 2 راح تكون مساويه الى مقدار قيمه الاي 1 ناقص اي 3، باعتبار 4 كيلو اوم، هاي منا الاي 2 من عوضنا على 4 كيلو اوم في مقدار قيمه الاي 1، الاي 1 هو عباره عن 6 ملي ناقص مقدار قيمه الاي 3، قلنا هذه عوضت عن قيمه الاي 1 اي 2 بالفي اكس. هذه المعادله راح تصير معادله رقم 6، صح؟ معادله صار عندنا. هسه هذول المعادلات كلهم راح اعوضها بالمعادله رقم 5 واحصل من عندها على من هذه المعادله هسه معادله رقم 5 4 كيلو في الاي 3 زائد 4 كيلو اي 3 ناقص اي 1، اوكي؟ ناقص الاي 1 6 زائد 2 كيلو الاي 3 زين ناقص الاي 2، اوكي؟ زين الاي 2 ده هو وين هو التيار الاي 2؟ التيار اي 2 هذا اللي هو قلنا يساوي الفي اكس على 4 كيلو. فبالتالي من هذه المعادله اذا عوضت عن مقدار قيمه الاي 2 بالمعادله اللي كتبناها قبل شويه الاي 2 اللي هنا، هذه هاي معادله الاي 2 باعتبار هو يساوي لنا اي 1 ناقص اي 3. زين دخل الاشاره الناقص، خلينا نكتب المعادله هذه، خلينا نكتبها، اقول بتعويض المعادله راح اعوض هسه هذه المعادله. زين راح تصير علاقه المعادله ما تمشي بالتالي، راح اعوض هذول كلهم المعلومات بالمعادله رقم 5، وراح يصير عندي 4 كيلو في مقدار قيمه الاي 3، اوكي؟ زائد 4 كيلو اوم في مقدار قيمه الاي 3 ناقص 6 ملي امبير اللي هو قيمه الاي 1، زائد 2 كيلو في مقدار قيمه الاي 1 ناقص منه الاي 2، الاي 2 هذا قيمته، فيصير هو عباره عن اي 3 زائد قيمه الاي 3 ناقص الاي 1، اوكي؟ هذه المعادله راح تطلع عندي اي 3 اي 3 اي 3 اي 3، من هذه المعادله راح اطلع مقدار قيمه الاي 3، يطلع عندي قيمه الاي 3 يساوي لي 36 باعتبار قيمه الاي 1 معلوم هذا 6 ملي، اوكي؟ الاي 3 جاي يساوي لنا، خلينا نجمعهم، هنا عندي 4 هنا عندي 4، اوكي هاي صار عندنا 10. زين عندي بعد هنا عندنا 2 باعتبار اي 3 زائد اي 3 2 اي 3 في 2 4 اذا صار 12، اذا 12 اي 3 يساوي 36، من هذه المعادله قيمه الاي 3 يساوي لنا 3 ملي امبير. اوكي من طلعت الاي 3، الاي 3 هو منو؟ هو التيار اللي مر بالمقاومه هذه، فاقول اذا اذا مقدار قيمه الفي 2 الفي نوت اللي هي عبارة عن 4 كيلو اوم في مقدار قيمة الاي 3 وتساوي ل 4 كيلو في 3 ويساوي لنا 12 فولت.
هذه المقدار تمثل الفينوت. اوكي، بس هذا السؤال الثاني او نموذج السؤال الثاني. خلينا ناخذ بعد السؤال. نحل المعادلات اللي موجودة عندنا. عندي صار عندي ثلاث معادلات. المعادلة رقم واحد باستخدام المصفوفات طبعا. المعادلة رقم واحد خلي نرتبها، هي 3 في او هذه المعادلة هي 0 في 1، ما عندي حد لل في 1، زائد 3 في 2 ناقص 2 في 3 تساوي لي 24. هذه معادلة رقم واحد. معادلة رقم اثنين هي عبارة عن في 1 زائد في 2 زائد 3 في 3 تساوي لي 0. هذه المعادلة رقم 2. وعندي هذه ناقص في 1 زائد 0 في 2 زائد في 3 تساوي لي 6. ثلاث معادلات نحلهم بالمصفوفات. بعد ما نحلهم هذول ثلاثتهم احتاج انه شنو؟ احتاج الفي نوت، باعتبار انه الفي نوت هي تمثل نفس الفي 3. اقول بما انه في نوت تساوي لي في 3 فاحل بس هذا استخراج الفي 3. البي 3 راح بعد ما نحلها باستخدام المصفوفات تطلع قيمتها سالب 0.43. جرب وحلهم زين وتأكد من هذا الناتج. فهذا هو ناتج أو حل السؤال.